السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر في هذا الزمان الفتن واشتدت وطأتها، فما وصيتكم لنا خصوصا وأنا لست بطالب علم؟ أولا الدعاء بالثبات، إن الله يثبتنا وإياكم على الدين ويكفينا شر الفتن، وثانيا تجنب الفتن والابتعاد عنها، تجنبها والابتعاد عنها وعن أهلها. نعم، انت أحسن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.